من فوائد الصيام العظيمة أن هذا الصيام هو له علاقة كذلك بالمجتمع. الإنسان في هذا الشهر الكريم هناك عادات اجتماعية كثيرة في كل أرجاء العالم الإسلامي، وقد انتقلت إلى العالم الأوروبي كذلك مع المسلمين، وهي عادات التواصل وعادات التزاور. نحن الآن طبعا في زمن هذه الجائحة، إنما يبقى التواصل ممكنا ولو عبر الهاتف ولو عبر السؤال. هذا الشهر هو شهر صلة الأرحام، يتفقد الإنسان فيه أصدقائه وأحبابه وأقاربه ومن له علاقة به، ويريهم جانبا من أخلاقه، ويري الإنسان في هذا الشهر الكريم لا شك علاقاته الحسنة وحسن نيته مع الآخرين وتمنياته الطيبة لهم. يكثر في العالم الإسلامي أن يتبادل الناس أنواع الطعام، ويكثر في العالم الإسلامي يتبادل الناس الزيارات وأن يتفقد بعضهم بعضا، وهذه من المعاني السامية التي ينبغي أن تظل طوال العام، ولكن شهر رمضان دائما يذكرنا بها، وهو أحسن الشهور، وهو شهر الخير وشهر البركة وشهر المغفرة.